الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا عباد الله، إن المسلمين اليوم يعيشون في واقع أليم، والسبب في هذا هو أنفسنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإن أعظم ما كسبت أيدينا من الظلم والذنوب والمعاصي، وكسبت أيدي أكثرنا، هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، الذي ما من ذنب عصي الله به في الأرض أعظم منه. ولذلك قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن مظاهر الشرك بالله عز وجل في زماننا وبلادنا وكثير من بلدان المسلمين دعاء غير الله تبارك وتعالى، والالتجاء إلى الصالحين وإلى الموتى، والفزع إلى القبور، والاستغاثة بأهلها من دون الله جل وعلا. وقد قال الله تبارك وتعالى في ذلك: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. ولماذا يلجأ الناس إلى غير الله من الموتى، من الصالحين أو غيرهم، وهم لا يخلقون شيئا، لا يملكون شيئا؟ قال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال الله جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أي هؤلاء المدعوون من دون الله ما يملكون شيئا ولا قطميرا، ولا فائدة في القطمير، ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى الله جل وعلا دعاء غيره شركا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فدعاء غير الله شرك، والاستغاثة بغيره كفر وشرك، وهذا هو واقعنا اليوم. يذهب كثير من المسلمين وبالذات في الأعياد والمواسم إلى تلك القباب والأضرحة، فيطلبون منها الحاجات وتفريج الكربات، والرب جل وعلا بيّن أن هؤلاء ليسوا بشيء. قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، ليس بشيء، غير الله تبارك
ليس بشيء فضلا على ان يملك شيئا لنفسه فضلا على ان يملك نفعا او ضرا لغيره. قال الله تعالى: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يملك لنفسه وهو من هو سيد الخلق اجمعين، فكيف يملك من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم لغيره نفعا او ضرا؟ قال تعالى: ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومن الامراض في هذه الامه التي فتكت بنا ايما فتك وكان سببا في ضيق المعايش ووجود النكبات والكروبات وضعف الصف الاسلامي والنكد في العيش والمعايش والظلم والجو الذي يعيشه اغلب المسلمين في العالم، الطعن في اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. وقد ظهر هذا مع انتشار القنوات الفضائيه ووسائل التواصل الاجتماعيه، ظهر دعاة الى جهنم ودعاة الى الباطل يقضعون ويسبون ويطعنون في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صار الله جل وعلا مزكيا جميع الصحابه والصحابيات رضي الله عنهم اجمعين. قال تعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين امنوا والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هؤلاء هم الصحابة الذين حرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبهم بقوله: الله الله في أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفة. كذلك لا يجوز أن نتكلم أو نخوض فيما شجر بين بعضهم من الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. ثالثا من أمراض هذه الأمة التي ابتليت بها في آخر الزمان انتشار البدع ومحاربة السنن. فالبدع حرمها الله جل وعلا في كتابه ووصف صاحبها بأنه جعل نفسه مشرعا مع الله. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وصاحب البدعة لا يقبل الله توبته حتى يدع بدعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام لا يخطب خطبة في الغالب أو درسا أو موعظة إلا بدأ ذلك كله بالتحذير من البدع وأهلها، فكان يقول: إن الحمد لله نحمده
إلى قوله عليه الصلاة والسلام: فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكان يكرر ذلك في كل خطبة، ويعلم أصحابه أن يكرروا ذلك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا افتتح أحدنا كلامه في الدين أن يبدأه بقوله: الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى قوله: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما ذلك كله إلا لخطورة البدع وخطورة أهلها. وقد حذر الله من الاستماع إلى أهل البدع، فقال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال الحسن البصري رحمه الله: لا يجوز القعود مع أهل البدع وإن خاضوا في حديث غيره، لأن الله تعالى يقول: فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومن هذا لا يجوز لنا أن نستمع لأهل البدع. ومن أعظم أهل البدع والضلال في زماننا هذا شيوخ الطرق ورؤساء الأحزاب، لأنه لا حزبية في الإسلام. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي أحزابا وجماعات وطرق، لست منهم في شيء. ومن أعظم أهل البدع ورؤسائهم الطاعنين في سنة رسول الله، السابين لأصحاب رسول الله، السابين لعائشة رضي الله عنها وعنه مجمعين، المدعو عدنان إبراهيم وعدنان الرفاعي. ومن أهل البدع أيضا المدعو بوسيم يوسف. ومن أهل البدع أيضا الصوفي البرعي وأمثاله من الصوفية. فاتركوا ذلك كله وأقبلوا على سنة رسول الله وعلى دين الله وعلى الفقه في الدين، وقبل ذلك على تعلم العقيدة الصحيحة. يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. رابعا، ضياع الصلوات، فإن الصلاة عماد الدين، ولا حظ في الإسلام لمن أطاع الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعلينا جميعا أيها المؤمنون ببر الوالدين، فإن برهما من أقوى أسباب دخول الجنة. خرج رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: ألك والدة؟ أو قال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: فالزم قدميها فثم الجنة. وعقوق الوالدين حرمان من الجنة وسبب عظيم في دخول النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. ثم اعلموا أيها المسلمون أنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان: عيد الفطر وعيد الجمعة. فمن صلى معنا العيد وشهد صلاة العيد فإن صلاة الجمعة عليه ليست بواجبة،
فإن خرج إليها فذاك، وإلا فيجوز له أن يمسك بشرط أن لا يذهب إلى المسجد إذا كان لا ينوي الجمعة، وأن يصليها في بيته ظهراً كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأخيراً، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ النساء في آخر خطبة العيد بأن لا يشركن بالله شيئاً، ومن الكفر بالله الذهاب إلى الكهان والعرافين، وهذا كثير عند النساء وعند كثير من الرجال للأسف الشديد. والكهان والعرافون هم ستات الودع، واللي بيفتحوا الكتاب والفكية وشيوخ الطرق، هؤلاء هم الكهان والعرافون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الشرك بالله تعليق التمائم ما تسمى عندنا بالحجبات، سواء كانت من كمون أو كانت من حجبات أخرى، فكلها باطل وشرك بالله عز وجل. للحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق تميمة أي حجابا فقد أشرك. والآن يعلقون الحبة السوداء الكمون، وتعليقها أيضا شرك بالله جل وعلا، وكذا ما يفعله أصحاب السيارات والمرسيدات العامة والخاصة، يعلقون أشياء مختلفة من قرون وحجبات وتمائم ومن مكانس ومن أحذية إلى غير ذلك، ويعتقدون فيها النفع والضر، وكل هذا إشراك بالله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والدولة شرك، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي النساء بأن لا يزنين، وقد انتشر الزنا كثيرا بين الرجال والنساء في هذا الزمان، وقد قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الحديث البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. ومن أعظم الذنوب أن يضع الرجل نطفته في رحم لا يحل له. فيسروا الزواج، وانشروا الفضيلة، وحاربوا الرذيلة، وحاربوا غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج. ينعم المجتمع وتنتشر الفضائل ويعف الشباب والشابات، كما قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.